بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هل كان وحكا قلينا حلقة الدين لبي الطبنات ونقهد لينا موضوع كساب سناي خوارجته وحن كسو جرني ونكسو شاكيني حلقة يوجد بيسي سيد علي كرم الله وجهه سيد يهود توجيهين جري أصحابته يعيدا كلا الصعدة مركي دقال كقوة دين خوارجته وحكم إذا توجيه إيسا مركي دقال كوسيو دواده إنه آخرين جري صفات كي نبيك خوارجته وكشاقي أيوه أخذنا هاي عيدا كا مركز أيكو فهم سن مدكي مركي ورا حديث كمغلنا تذكير يقول نغنى إسا حسيسين لحسيسي يقول نغنى إسا مدكي أن مغلنا تعليم بيقول نغنى إسا و برتو مركز بو برتو النبي بو وحي وكيل او اوغادو سي مركا لبدا سي با يو هيران وعي دم ميستران وحا اي كو دقاقيان اي كو سي جيدان نبي كو صفات كي او كتل ماوي نمنكا اي لا دغالميا سي اي اوغا فيره بوخسدان اي او اخرين هي سيد علي مركز أيكو فرحسن دقال كجليين وكو فرحسن وحي إلهي ويباهي على لسان نبيهم نهو ويباهي نبي جيس اللسان كيس نبي جينا عليه الصلاة والسلام وحيابها وقو بشاري وحا كم دها روحا لدقا لما هي كواس إن أو يهي روحا ليبان تجنى إسكرا وهيرا هي وبشارة أدوي طوبى لمن قتلهم أو قتلوه حديث كبخاري مسلم أي بحنايا وبشارة أدوي أو بشارة روحا لدقا لمايا سيد علي مركا مركو لدقا لمايا oo dagaalkii uu ka soo noqday iyo dagaalkii dhamaaday yaa nin ka mid ah raggii dagaalka ku jiray oo Sayid Cali la socday yaa waxa uu yeeray Aaisha oo ahayd nabiga sawjadiisa calayhi salaatu wasalaam hooyadii mu'miniintana ahayd iyadoo ka weydiinaysa كيفية الدقالك ودعي إيا سيد علي سوء لدقال لماي أي وحكسوا آلي سيكوي دينيس نلا ديه تير عبد الله بن شداد أيوبها ننك أي وي دينيسا مركو العراق كسر نغضى الدقالك وصوى دماضي يا وحي كتير عائشو بل إيقا ورن قوم كاس سيد علي ولدقال لماي صفات كود إيا سيد الدقالك ودعي بل يقول ربي ترى عائشة مركز بو عبد الله بن شداد أب الله سيدي دقال فورد عاية سو سيد علي ولا دقال لمي وعيو لسيد علي مركي ولا كتابي تمي معاوية ويكوه شيئين لبدي حكم وأهايين أبو موسى الأشعري وكسعدي سيد علي حق إيسا هي عمر بن عاص وكسعدي معاوية حق إيسا
إنه كل ما بيش سواس عطاه رمضان كسنة سواس على كنا كل ما دوم تلجند الميشة لإيرادو وعراق يا شام كده حيدي لبدا حكم أيو قصر بالله مركي أو لما داي أرنتا قضية دا سواي دماتون من كانوا أي صوب بحين أيو هدر القسي حجية بحيتان كودا مركا أي بحين أيو آدي آدو قفا ليه عدد كودو مركا أي بحية وحي أهايين سديت كون بي أهايين أو أحرق القرآن ككريم كأخرجري قراء للذي يجري وحي الدقين ما اللي يرادة بير حرورة أو كوفة كدو كوفة وحي أهد مدحتوية دي إسلام كده مركا كوفة كدو أهد حرورة ما شاسي وحي إسلام دا دعسيين وحي أمن سنايين يماشا إسلام أخرية كله سيد علي يماشا دقال كيس إسلام برين سيد الله دقال الله مرهايين وحي كده هان سيد علي وحو كسي مي قميص كي إلهي اللبسين وحو كسي مي مقعي لغوت المامي وخريف لماذا أيو كسي مي ماشي لغرب إنو إلهي كتاب كيسا كحكم تمو أيو وحو كحكم تمي رأي حق إليهم ساسين يعني خوارجي أساس رأي مركو لبن الحاكم كدكتان أساق يا معاوية رأي بي كحكم تمي كتاب كينا واكتاك أساسي كبقالو بين أي ماشاء اسكو برايان لإرادة حرورة ماشاء سي مركا كوكا لما حكميان بويري عائشة وشيغة يا قصة بسيء دعوه ولا ساسي كوكا لما حكميان لبدانين دين تي وحي يوغا بحانا ساقا يددك إياكا يددك الرعصا مركا إني منكا حاكم كدكتان بيدي لا حكم إلا لله أي حمر ولا غادا إلا لما مركا حكم كإلهي ما هنا الدول كربما سبنا لا حكم إلا لله أي ليه arintii marka wixii gaartay Sayid Cali ay gaartay markaas oo dadka saas u jamciyay ciidanka saas u jamciyay ayuu Cabdullaahi ibn Shaddad yiri Sayid Cali saas u ciidanka u jamciyay Aisha Sayid Cali wuxuu yeeray mushaf kitaab mushaf uu yeeray markuu ciidanka jamciyay markaas oo kitaabki gacanta inta ku dhufta saas saaray wuxuu yiri ayuha al-mushaf hadith an-nas kitab yahu dadka u sheekay كتاب القرآن كها وانت سوا قال لك عن تسك وسارة وحير أيها المصحف حدث الناس لا تقول شاكي كتاب القرآن كها يقول الله هتلاقي سيد علي نمن كي ما كدت كل اللي جوا يا واحد هن كيف ماذا الإنسان سيبو شاكين يا دكتور كتاب مقفى قفوا شاكين يا دكتور مية أيه هو السؤال إنما هو مداد وأوراق ما هو حد لها هو خط هي وراقه لا يسكو قري أيده مركز بوحي لأنك فهد لنا ما هو قوة هد لها هي سيدا سيكون عن إنه ساس جيدي مودي مركز بوحي غلب هو دكو جيدي تدك الشيئة ساسي لها مركز بوحي كتاب الله بيني وبين هؤلاء هو سيانيغا إلهي كتاب كيسا نور دحي سو ما يسدني وحا سيد علي وقبع دين تي إسلامك لمن إنو حاكم كي شيء أيك إي أنيغا كتاب إلهي با نور دحي كتاب إلهي با كوحكم تمينا أساقنا نور دحي إلهي وحو يري مركو كشاكين يي في امرأة رجل ننافتي يا إلهي كشاكين مركز بوحو يري إلهي سبحانه وتعالى فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إلهي ساس بيرو كعب ستان خلاف كي زوج كي زوجة دحدو داها وحاضو بحسان حكم وننك حقي سكا هذي إيا حكم كري وقبضي حقي ذكا هذي ننكي كعدأه oo ninkii uu xaakimka yeesho ku kalsoonaado wuxuu u soo qaado iyo gabadhii xaggeeda nin ka socdo iyaduna ku kalsoonaato wuxuu u soo qaado labadoodaas ay xukunkii ridaan oo hadii ay khayr doonaan inay isku waafajiyaan ilaahay uu waafajinayo islaax haday doonaan ilaahay uu waafajinayo ilaahay sidaas ku ayad dastuur
marka hadii ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda suuratu nisaa ku jirta aayadda soddon iyo shanaad wey marka aayadda suuratu nisaa ku jirta ilaahay hadduu saas ku yidhi ummatu muxamedka ayaa nin iyo naagtiska weyn in loo sameeyo xakam oo dad dhexdhexaadiya loo sameeyo oo xukunkii saas lagu xalliyo ummatu muxamedka ka owlanimo badan oo ka weyn buu yidhi nin naagtiisa marka in la samayn karo muxakamkii ayaa aayaddaasi tilmaamaysaa aayaddaasaan ku taagannahay biirana iyaguna waxay dhaheen burgaalati qoraalka iyo sulxa aan la galay waxaa ku raacuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waayo nebiguba sulxu lxudaybiya sulxa la yidhaahdo suhayl buu la galo nin gaala ahaa suhayl ayuu la galay oo nin gaala ahaa markaasuu qoraal la samaystay nebigu in dagaalka la joojiyo intaasoo sano 10 sano in dagaalkii la joojiyo agteed ayuu la galay sulxaas la galay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka kitaabada iyo sulxa aan la galana nebigu sidaas buu asaguba u galay sulxu lxudaybiya ayuu sahlu bnu camr ninkii la dhihi jiray nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam marka rasuulka dayasho wanaagsan baa noogu sugan iyaguna inay ku daydaan rasuulka ayaa dayasha ugu sugan bir inay ku daydaan saasuu marka u aftira nimanka u aftira ayagii marka maxay iska taagan yihiin xaqdoon maahan ee maxay yihiin xaqdoon maahana waxay doonayaan baadil bay doonayaan baadil bay doonayaan marka xaqii marka u caddeeyey dadkii xaqdoonka ahaa iyo xaqii qanciyey xaqi dadkii buu qanciyey marka caaisha u waday cabdullaahi ibnu shadaad oo qisada u wada sidii yacni wax u dhaceen iyo sayid cali manhajkii uu maray ayuu u caddaynayay markaas buu yacni marka aayaadkaas u akhriyey oo axaadiidda uu soo arooshay oo in uu sharciyay waddada uu maray uu xusuusiyey dadkii ayuu wuxuu diray ee cabdullaahi ibnu cabaas buu diray cabdullaahi ibnu cabaas buu diray markaasuu yidhi lasoo munaadaro markaasuu lasoo munaadarooday munaadaruu la galay yacni xiwaar ayuu la galay dood buu la galay adiladay keenaanba adilow saarahaya adilo ka horjeedo sheegaya markaasaa gobolkood ay ku qanceen cabdullaahi ibnu cabaas adiladii iyo xujajtoo keenay ku qanceen ilaa 4,000 oo nin baa soo baxday marka cabdullaahi ibnu cabaas ilaa 4,000 oo nin buu khawaarijtii ka soo saaray oo uu soo galay waxaa ka mid ahaa raggaas uu soo saaray ninkii markaas meesha madaxda uga ahaa cabdullaahi ibnu kawa cabdullaahi ibnu kawa a ka mid ahaa raggii uu markaas soo saaray oo madaxda meesha joogtay ka mid ahaa soo saaray qoladii kale ayaa sayid cali haddana wuxuu u diray risaalo u diray ragbuu u diray wuxuu yidhi idinkuna soo waaniyo waa diideen marka waa ka soo laabteen markaas ay soo noqdeen ayuu wuxuu yidhi sayid cali waxaa noo dhexeeya annaka iyo adinka heshiisaa noo dhexeeya buu yidhi inta dhiigka daadinaysaan muslimu idin taaban mayno intaad dagaal lagu soo qaadaysaan idin taaban mayno markaad dagaal lagu soo qaadaan ayaa iska dhikiin dhacaynaynaa dadka islaamkaa sida ay sameeyaan markay dagaal soo qaadaan ayay iska dhiciyaan aliska dhasha markay dagaal soo qaadaan marka dagaal dadka islaamka aad ku soo qaadaan ama waxay ku harsataan qof islaamiga qabsadeen markaasay diideen sida cabdullaahi ibnu khabaab aan soo sheegnay ay gowraceen ninkii ra-iiska ahaa islaamtiisiina caloosha ay ka soo rideen ilmihii bannaanka ay ka dhigeen caloosha dilaaciyeen markaas waa ka dagaalka ku qaadasa marka markaad nagu soo xadgudubtaan oo muslimiinta ku xadgudubtaan markaasaa dagaalka noo joogo sidaas buu yidhi sayid cali caaisha qisada u waday cabdullaahi ibnu shadaad markii ay dagaalkii sameeyeen oo dadkii islaamka xoolahoodii soo weeraren oo xoolihii ay qabsadeen oo dadkii gabadh ay dileenna sayid cali dagaal buu ku qaaday markaas buu yidhi u dhaartay caaisha u dhaartay wuxuu yidhi fa wallaahi maa qatala caliyun xataa qada cusubl ilaah baan ku dhaartay sayid cali ma dilin mid ka mid a lamana dagaalamin intay waddooyinkii ka jaraan dadkii muslimiinta ahaa wasafa ku dami lxaraam dhiiggii muslimiinta oo xaaraamtaana ay daadiyaan markaasuu la dagaalamay
عائشة استخبارك أي ويدين يسي سيدة دو حد عن وقائع داس سيدة ويدين سواء إذا لفت دو ميزان يسي ميزان بيسار يسي مركز سيدة دو حد عن أخرى ميسا عائشة سيدة دو حد عن أي أساس أخرى ميسا عائشة سي الشرعي إليهين أي أيضا سيدة التصدير مركز دبتي ووناك سنة ساسي أولاد دقال لمي مركز هذا اللي جوغو خوارتي اللي قوي ميس سيد علي مركز أولاد دقال لمي لمنكي عن عرب كودي عن ضد أي سنة واب العرب قال من تيستا وحوي الحمد لله الذي قد عدى بر الخوارج وحام هذا سكرة إلهي عرب قوي خوارجتي أياني إلهي أصلا ما سكرة مركز العلي الكلة إنهم لفي أسلاب الرجال وأرحام النساء مقوي وحي كل شرام بوير رقنا بردود إياناك رحم كود بكل شرام من الزوليان حتى يكون آخرهم على المسيح الدجال أنت آخر كود كان غنيو مسيح الدجال العجيس مقو يا مركو الجوجة يا مر والبا زمن والبا ضد بامرك كشرة فوبا زمن والبا دجال كود ضد با كشرة فوبا إلا وصباح ينقرن والبا جيس كيسو تاج يا كل ما نشاء قرن قضيعة مركز تو جيس كيسو تاج وعلى جريا لكن زمن والبا الجوجة يا إلى آخر كود مسيح الدجال ومعي جسم أيكو دين تشاغني وقرآن كأخرنا يا أي مسيح الدجال لا سفر يا فيل مركا إنه سنع عن القرآن كأخرين تيسا لأخرين هاي إيا الصلاة دي بدين تيدا لبدين هاي يا كو حق دافي حق آن القرآن وحق أنو دوين وحق درك هاي يكون جوغا إنه القرآن كأخرين يامو قطوسيني تاسو قطوسيني وهي حديث كواتا قصو أمرنا يقرؤون القرآن ثم لا يجاوز حناجرة وآخرين يا القرآن كي خلق أدون تانا مدافي وحاجة الحديث بحنا هاي إمام كي وينا يعني إمام الضبري أياب بحينها يا كتاب كيس وحكم بحينها معجب كاب وحكم بحينها وحكورينها يا نيك الذي تري جند بن نيك الذي هذا جند بن عبد الله البجري أيو كورين وعير مرك خوارج تسير علي فارغ ذي ويكب بحين وعيدا كلها ما بلان أبني أيا كل ونبي ونبي شوقين مركز الناس يجوا وادي بيكون جريري وادي وحد أحد يسكير يبوي دوي كدوي النحل جوح أدم باش الشندة اللي يرد جوح هذا كله هي يري القرآن كي أخرنا يام مركز هم مو ذي يري أدي على سب القرآن كي أخرنا يام قيل هذا القرآن كي يري سأي أخرنا يام ولا يا بس ويا ابن أبي لما كقرآن كأخرنا يام وجوح يسيد الشندة جوح يسيد جوح يسوا كله هذه قبل وسواس قلبي أنا قلت هيدا وسواس أي قلبي مركز استياق بيرو نمك ساق القرآن وأخرنا يوم قول الله ينا يوم ما لين تو تكاد غادي على سيرم القرآن كيف أخرنا يعني فير بس قبل ساس استيه كلام الوقت إلا هو على صوام مرة رجع لده قال ما يوحور بيس صوام مرة مركز صلاة استياق تفرس كيف يكدرين عن صلاة قلبي وهو كي نكتب سلام بستيغل ولك سمح لي بير اللهم ان كان في قتال هؤلاء القوم لك ضاع فاذن لي اله هدي تقال فقوه سلام تقال لما يدعى عدا اي تاي اله اذا هي كنت عيسر يا رسالان الى هدي اله هدي دعى عدا تاي فاذن لي فيه اله هدي دعى عدا تاي فاذن لي فيه مركا انا ماشي كنت رسالان دي كنت رواح اسوء اكبر من السيد علي مركا سوء اكتب اسوء مريم مركو إلى السريه أنيق هو السواق قابليه هيو أنت سوي في ريا بوعير يا جندب نحي شكوك في قلبك شكك قلبي أكبحي قلبي أكبحي تعود من الله شكوك شكك إله كما أقرب مركا سنعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا وحن هيريو هو يقبحي وحن هيريو وشكيها ويقبحي إشراح سكر من هيريو كلمة دي أوير مركز إله كديري مركز قرآن كي بي أخرنا يا والله واقع يا والله غير يا هل كان بنتا أنا مرافق هل كان بنتا مرافق أي سيد النبي وتلمامه عليه الصلاة والسلام أحاديث النبي أخرنا يا
وهو أخرنا يقوى سرد بيكو سمانيا وهو أخرنا يعني واتحيا من الضعي معاني ذي ذا كده دقي أيقوى أخرنا يا أيس المعاني ذي كده دقي نواي القلب جي مجاري القلب جوا ماشى خفق جركي س ابنه سوى سدح بقول يلحن سدح بقول يلحن كاح ابنه حبنته هكذا وغلبه هذي غلبه وغيو أنت كلا وغيو أنت كلا توح ابنه وغيو يا مركز كتر الجمعة وح قلبه غفقة كجرا هذي قلبه أفارق يهو مريه حبنه رواسي دا سوكريت هذي قلبه وحمده بكجرا ومعاسي كبعده حبنه معاسي دي بيسماني ولا رخي سوح ذلك سوقف صعدة وغف ديلي وغف دعي وحرز يغادن أي وحسا قلبه يسو كجرا وحسا مركو فكري يكو فكري دريق قولي يدد بولاينا يو هكذا دريقة هو جرى أيق دريقة تجر هو حمك عامد هو يسميه دريق هو دريقة قوينة يا أيق هاسيسيد أيق قوينة يا هو قاد دريقة اللي يراه كريتو يعني أيق أنا هاي أيق هو سميه لكن هو سيدم بيا هو سيدم بيا العقيدة دي هو نكها ليسيه عقيدة دي كها ليسيه سو ما هو سوحي ليه ذنب وي وأنا حب أنا شرع سميه حتى سلم مرسيه وأنا أسبر برقي دونا بيدني الله الكريم مقارنة بسامي دونا وحيابها السامرية عامل وأي هاد درس وبار يمرك كظاهرة خوارف وأي هاد درس يعني فرق يعني تفرقا يخلاف يكفى يديستين وحيابها إذا تقصوا بحنا صوصا روح كبد أن يمكن الذي تري ولورسيا قب قبل يالك وحن سامي دونا مقارنة بسامي دونا وح قب قبل يالك سامي تري هي وح أن يمكن السامية مرك محكمة الشيختين iyo marka inta ka dhaxayda waxay sameeyeen muqaarana ku sameey doona si ay dadku u ogaadaan labadooda midki sharta badna midka shar badan illa mid walba hibo wala zamantin inta ba wala joogo oo qof walba waa garanaya qolo walba waxay sameeyeen marka qolo walba hibo waxay sameeyeen iyo waxay doonayaan iyo waxay niyeesnaayeen waxay dadku ku sameeyeen u dhibeen dadku qolo walba hibo waa dhibta umadda umadda qolo walba hibo waa dhibta لكن جدد غفر بأولها قرار بجدد أيلها هي واحد ذات كان يمشي يجيه وأسبر بخليه دونا مرة أنا كهاد لي دونا موضوع موضوع مواضيع لصوص عطا واحد لي دونا وحن كرو واحد لي دونا مواضيع لصوص عطا تكفير كأي سمايا قال لي متى ذات كأي جالسية تفجير كأي سمايا انفجار قرحس وحن كهاد لي دونا سكنا مواضيع لصوص عطا واحد لي نبي إذن الله الكريم لكن هدير أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أي انتحينا نبي كسفي هي معاملة أصحاب الرسول الله لجلين وهي أصحاب توحي هاي حد جاي هاي حد جو حد جو مركو مير سماذا جيس كذا كوب باغ مغل أديك أنا أتعلم أنا يسوع وتكون هنون يسوع حد جاس لكن حد جها محل موسى ما يسماذا حكمة موسى ما يعبث إلهي وما سمي إلهي محيي وبالنجم هم يهتدون بيريلا حدقين بكو هنوريا هبينك بركة قوريا يسو عرق وقن مدوها دي لقال لي وحدق أنا واركي ووريري ووريري لكن هذا الحدقاء يتلو يا رب ناشا بصعة الحدقاء كاي وحدقاء سوى تبسي سعودة لي بس كو قوديا بس كو سعودة كم بطة كو سعودة هي مدك برقة كو سعودة كل علامي قوة الحدقاء هسي علامي سنة عرق إلهي كو شرح مرخسي كو هنوريا حيابها ناشا اللي قوسي بيه وكلا واحد كمد الحكمة يكلوسي بيه وهو تكنيك العرق الهي هو ورديين الشيادين تلقوا ورديين واسب نبي قلنا مركي اللي صدري لقب الله إلى وقت قال وانقى حجابي عرق لا تواجه هو كوري مركاسي بحسون لقي سجر الملائكة كلام كوري وحيابها صلى بحسون لقي سجر صحادي جري مركاس مركي النبي قال الرسول صلى عليه وسلم يا لقى حجاب وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رسدا بإلهي ساسي مركي يعني واحد لقى مركي أنا خوب كان لقى كان مركي مركي كسي دوادا أحدك المسي ديني هل عالي قاسي بصوت دقال ديك تقريبا مركاسي مركي أيامين أي الشهر كريستيان يكي هو حيدهين مقاعد ما كلها الأرك السمضة مقاعدنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع حتى روحي لقي سما ولقي سدلبا يجد له شهاب الرصد وحي هلا يا طنباب روح قريسا ايو هلا يا سو هاديس مره واحد دقاس عرك القوه ديينيو
oo ilaahay u diyaariyey xijaabka samada looga ilaalinaya. Asxaabta marka waxay ahaayeen, waxaan uga jeedaa xidigaasi isagu nuurayo loogu hanuunayo ayaa asxaabta loogu hanuunay, taasaa loogu hanuunayay. Markaasi waxay samaynayeen mid walbaahiba manhajkii nebigu u sheega u jeexay ku socdo siday marka ula dagaalameen iyo siday u raaceen ay manhajkii ayaa sifaatkooda kasoo sheekeyni sida cali sida ula dagaalamay waxyaabaha nimanku ay yani markay dagaalka ku jireen ay isku boorri jireen waxaa ka mid a inay sayid cali ku dhihi jireen markii uu ku booriyay inay soo hanuunaan oo dagaalka kasoo haraan ayay waxay dhihi jireen yani ayagu yani markay isbogaajinayaan isticiduu isticiduu watahayahuu lilqitaali walilliqaa'i rabbi alcaalamiin ayay dhihi jireen. Diyaar garooba, ishabeeya, u diyaar garooba dagaalka sayid cali iyo ilaahay la kulankiisa. Fiiri, dagaalka u diyaar garooba iyo ilaahay laqihiisa waa sida hadda kuwaanu leeyihiin. Xoolo kale ma haysta, maal kale ma haysta, inaan suurkaygaas ilaahay ka gata maahan ay leeyihiin haddeeda kuwan jooga khawaarijta hadda Soomaaliya. Tabtaasi leeyihin jihaadka gaalada ayaa waxaa ilaahay ku ammaana dadka muuminiinta bibadli lmahjati waalmaal inay maalkiina ku bixinayaan jihaadka fii sabiilillaahi ah surkoodana ku dhiibayaan oo naftoodii ay gadanayaan. Markaasaa ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna. Ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniintii wuxuu ka shiraystay naftoodii iyo maalkoodii in janna ku sugnaatay. Sanay marka ku iibsadeen gaalada liiclaa kalimati ilaahi loola dagaalamaya jihaadka noocaas oo ah iyaga marka waxaa lagu yaqaanaa khawaarijta sifaatkooda ka mid a islaamka inay laayaan. Soo ma aana soo dhihna xadiidkii nebigu maa yaqtuluuna ahla alislaam wayadacuuna ahla lawthaan. Iyagu marka markii islaamkii la dagaalamayaa waxay leeyihiin ilaahay baan nafta ka iibsanaynaa bay leeyihin si aayadda u dabagediyeen. Fiiri aayadda si u dabagediyeen. Fiiri calaama ay isku aqoonsadaan ahay inay yidhaahdaan u diyaar garooba ilaahay liqihiisa la kulankiisa u diyaar garooba. Ilmaha yareerka markay barayaan dilka iyo qaraxiska maxay dhahaan jannada naftaada iibso. Ilmaga yaraayo meel lagu qunfulay ee intaa lagu akrinaya maalin walba wuxuu moodayaa in uu marka u dhinta jannadii hore ka gelayo dalabka hore gelayo taasuu moodaya. Markaasaa tacbi'o waxaa lagu cabaynayaa oo tacbi'a loo siinayaa khadda aasaa loo siinaya khadda aasaa marka ku halaagsanaya naftiisii uu ku halaagsanaya. Waayo waa xadiidka baataan kusoo marnaa haddeertaan xudathaa ulasnaan baataan soo nir oo soo yani tilmaanay inay yihiin dacyar dacyartuna maleh tatriba maleh sida imaam anawowi tafsiirkiisa aan kusoo marnay xalqadii xalqooyinkii hore maleh tajriba maleh maleh yani sini ay wax ku kala soocaan maleh tamyiisaad maleh. Marka qalbigoodu waa faaruq qalbigoodii faaruq ayaa waxaa lagu shubahayaa waxaas baadilkaa lagu cabaynaya. Waa isaga digaynaa marka ilmaheennaan uga digaynaa in la siiyo tacbiya khaali yani khaldan wax baadila lagu cabeeyo waan uga digaynaa ilmaheenna waalidiinteennan uga digaynaa meel kastoon joogno qof walbo ilmahaaga ka ilaasho ilmahaaga axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam bar qur-aanka kariimka bar macnihiisa bar mashaa'ikhda baraysa ugee yaan lagu dabagedinin haddaadan barinin oo aadan markii hore suubin haddeertaan markii uu weynaado tacbidaasaa lagu cabayna baadilkaasaa lagu cabayna. Markaas adiga mas-uuliyadaa kaa saara khaddaabaa kaa saara markaas ka bacdi inaad wareegsoo tiraahdo alla wiilkaygii baa tegay wiilkaygii baa isqarxiyey wiilkaygii baa dad saas sameeyey wiilkaygii baa dagaal galay oo inaad haddhow shallaydo haddaada rabin haddeertaan ilmahaaga gacanta ku dhig ilmahaaga hagaagso diinta islaamka bar dadkay ka baranayaan yacni tartiibi hagaaji oo ogaaw taasaan isu dardaamay aan ka faa'iidaysan zabanka aan joogno aan ka faa'iidaysanno maa madaafaat walmu'amalu ghayb walaka saacatu latii anta fiiha wixii tegay tege waxay imaan doonana inaad gaaraysid ma hurtid laakiin saacaddaad joogtaa kuu baahan inaad ka faa'iidaysato taasaa inaad ka faa'iidaysa.
وأنا أفعل إذا مرك المهاجي وأدبرت دين الإسلام كحرته وأنا كحرت مشايخ أهل السنة والجماعة وأنا كحرت مشايخ المهاجي وأنا أدبرت دين الإسلام كعقيدة أهل السنة والجماعة وأنا برتان وأنا برتان فخرج الإسلام وأنا برتان وفهم دين الإسلام روح دين الإسلام وأنا أدبرت أحاديث النبي وأنا أدبرت قرآن الكريم وأنا أدبرت سيري مركا ونغضان داد كوري علميا وكوري عقل قودي وكوري وان لدو سكرين سيري ونغضان مانا تكاولي سيو توس وان ساسا يسو دردار مينا وحان تاسا يسو كوبا هيا حلقة دينا لبيا تبنات وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.